وفرح كل قلوبنا والله، الله يبارك له. والله اللعيبه كانوا بيلعبوا ناشف قوي الصراحه، لكن عملوا كل ما في مجهودهم ان يفرحوا القلوب المصريين كلهم. الماتش كان قوي جدا، انا بهني جماهير الاهلي كلهم اللي كانوا موجودين جوه النادي واللي بره النادي، اكيد قاعده كبيره جدا. اللعيبه عملت اللي عليها بصراحه، وكان ماتش قوي من ناحيتين، وربنا كان مجهودهم بالنجاح. على حسين الشحات عمل دور جامد جدا جدا جدا. الشوط الاول كان فيه شويه يعني تحفظ من الفريقين، ولكن الشوط الثاني رجع الاهلي للصوره اللي احنا بنشوفها من الاهلي، وشكل الاهلي الحقيقي ورجوله لعيبه الاهلي اللي ظهرت في الوقت اللي هو كان لازم تظهر فيه. كنا واثقين في اللعيبه الحمد لله يعني، وهم عملوا اللي عليهم. واحلى حاجه في الماتش ان الرد بتاع الجون جه في الوقت المناسب، يعني في خلال دقيقتين جون التعادل لما جه رجع الاهلي تاني، واحنا ضغطنا بشكل كويس جدا. دايما الاهلي بيجي في الوقت الزنقه وبيثبت ان هو الاهلي. فرحه عارمه طبعا، بطوله مهمه جدا جايه في وقت قاتل بالنسبه لفريق النادي الاهلي في الوقت ده، وبعد الاخفاقات اللي احنا عاوزين ننساها في الفتره السابقه. وانا كعضو في الاهلي وكمشجع درجه ثالثه، بالنسبه لي الاهلي حياه. لما بتاخد البطوله من نادي قوي بيبقى لها رونق تاني، فاكيد فرحه عارمه بالنسبه لنا كاهلاويه وبنحب الاهلي. ماتش هايل جدا، وكان من فتره كبيره قوي الاهلي كان محتاج يبقى بالشكل دوت، وان شاء الله تبقى بدايه لخطوه كبيره باذن الله في الدوري الافريقي باذن الله. الخطه اللي كان عاملها كولر، مستر كولر، خطه ناجحه. اللعيبه دي لعيبه ممتازه، وان شاء الله هياخدوا بطوله افريقيا والدوري العام المصري. اللعيبه مش محتاجه الرسائل يعني، لانهم عارفين دورهم وعارفين انهم بيشتغلوا بيلعبوا في النادي الاهلي، نادي بطولات، وعليهم انهم يستمروا في عطائهم وربنا يوفقهم ان شاء الله. كان حلو قوي قوي، وبسطونا وفرحونا وكانوا جامدين يعني. ما يشدوا حيلهم عشان نوصل لافريقيا وناخد بطولات كتير. ولعبوا حلو قوي يعني، ورجاله بصراحه، وعقبال بقى افريقيا ان شاء الله. الماتش كان حلو جدا، وكل اللعيبه لعبوا حلو وما ضيعوش وقت خالص. كهربا والجون كان حلو قوي. حسين الشحات وكهربا الصراحه كانوا اكتر اتنين جامدين. كانوا بيقاتلوا عشان يكسبوا، وكمان يعني واول شوط كان يعني كانوا مش حلوين فيه قوي، وتاني شوط اتحسنوا فيه. اقول لهم اللي هم بذلوا مجهود كبير قوي، واحنا بنشكرهم. نفسي السنه دي اللي احنا نكسبها وكهربا يجيب جول.